بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الدرس: ثنائي القطب الأهل. موضوع هذا الفيديو دراسة استجابة ثنائي القطب الأهل لرتبة التوتر. ننجز التركيب التجريبي التالي. ننجز التركيب التجريبي التالي: مولد مؤنثال للتوتر، قاطع التيار، وشيعة، مركب على التوالي، عموصي أومي، مقاومتهم آر بري، لوشيعة تتميز ب آر و ال وعمل التحريض و ار مقاومة الوشيعة. ونعاين شدة التيار بين مربطي الموصل الأومي، لذا نربطه بوسيط معلوماتي، وسيط معلوماتي، و الوسيط المعلوماتي بالطبع مرتبط بجهاز حاسوب لمعاينة التوتر الذي يظهر بين مربطي الموصل. إذن توتر إي آر، توتر إي آر يساوي آر بريم في إيه. إذن عند غلق قاطع التيار ك، يمر تيار في الدارة، تيار شدة تيار إي في الدارة، ونضيف إلى هذا التركيب نضيف صماما ثنائيا صمام ثنائي، وهو يمكن من مرور التيار في منحى ولا يسمح بمرور التيار في منحى معاكس. إذا عند مرور التيار في الدارة، عندما نغلق قاطع التيار ك، يمر التيار في المنحى من الموجب نحو السالب، ثم بما أن الصمام الثنائي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي، إذن يمر في الوشيعة، فتخزن الوشيعة طاقة وتغلق الدارة من القطب السالب. نلاحظ على شاشة الحاسوب منحنى بهذا الشكل. إذن يمكن الصمام الثنائي ودوره في الدارة هو عند فتح قاطع التيار. طب تولد توتر، فرط توتر على مستوى الوشيعة، وتحدث شرارات عند فتح قاطع التيار، لذا نضيف الصمام الثنائي لتفادي وقوع تفادي حدوث فرط توتر، ونمكن أيضا من معاينة انقطاع التيار. إذن يمكن الصمام الثنائي من تفادي حدوث فرط توتر، وفرط توتر بالطبع عند تحدث شرارات وحدوث تفادي حدوث شرارات على مستوى عند فتح قطع التيار. إذن أولا إقامة التيار عند غلق قطع التيار ك، نلاحظ على الشاشة المنحنى ونحصل على المنحنى
منحنى اي لي تي يساوي يو ار لي تي على ار بريم، ويكون بهذا الشكل هذا. إذن إي لي تي دلالة الزمن عبارة عن دالة أسية، أيضا فيها نظامين، نظام دائم ونظام انتقالي. نفس الشيء كالشحن وشحن وتفرق المكثف. إذا نظام انتقالي عندما تكون تي أصغر من 5 أطوال، ونظام دائم إذا كانت تي أكبر من 5 أطوال. إذا المقارب يعطينا القيمة القصوى إزارو لشدة التيار. عند فتح قطع التيار، ثانيا عند فتح قطع التيار أي انقطاع التيار أو انعدام التيار يحدث عند فتح التيار ك. إذن المنحنى المحصل عليه إي أيضا إي لي تي يساوي يو آر لي تي على آر بريم لي تي. نحصل أيضا على دالة أسية تناقصية، بدلالة الزمن. إذن إي لي تي أو إي صفر ودالة تناقصية. إذن قلنا انعدام التيار، كذلك نحصل عند فتح قاطع التيار نحصل على دالة أسية تناقصية، أيضا لها نظامين، نظام دائم ونظام انتقالي، تي أصغر من 5 أطوال نظام انتقالي، وتي أكبر من 5 أطوال نظام دائم. كذلك يمكن ملاحظة تأثير كل من R و L. ثالثا تأثير المعامل تحريض L عندما نزيد في معامل تحريض L معامل تحريض، نلاحظ أن مدة الزمنية لإقامة التيار تنقص. المدة الزمنية لإقامة التيار عندما نزيد في L تزداد، ونلاحظ أن الطو أيضا تزداد. عندما ننقص من L طو تنقص، فنحصل على الشكلين التاليين. الشكل الأول E دلالة T. إذا المنحنى L1 والمنحنى L2 L2 L1 لدينا L2 أكبر من L1. إذا كانت L عندما نزيد في L تزداد المدة طو، أي أيضا تزداد 5 طو. إذا لدينا 5 طو 1 و 5 طو 2. إذن إذا كانت L2 أكبر من L1 فإن الطو 2 أيضا أكبر من طو 1. يمكن أيضا كذلك ملاحظة تأثير المقاومة R. كلما ازدادت المقاومة R تنقص طو تنقص على، وينقص كذلك القيمة القصوى لإي صفر. إذن كالشكل على الشكل التالي. إذن دلالة تي إي إلي تي. إذن المنحنى بالنسبة لآر واحد، إذن لدينا القيمة القصوية إي صفر واحد،
هذا بالنسبة لـ R1. وبالنسبة لـ R2 أكبر من R1، كلما كانت R كلما ازدادت R تنقص طب، وكذلك ينقص SF. إذن R2 بهذا الشكل، هذا اي صفر اثنان، كذلك لان اي صفر تتعلق بقيمة المقاومة R. اذن اي صفر واحد، القيمة القصوى اي صفر واحد، والقيمة القصوى اي صفر اثنان. كلما ازدادت ار اثنان طب تنقص، وينقص كذلك القيمة القصوى اي صفر، القيمة القصوى اي صفر. إذن وبالنسبة لتعريف الطو أيضا، نعرف الطو ثابتة الزمن، ثابتة الزمن طو هي المدة الزمنية لكي تصل شدة التيار إلى القيمة 63% من القيمة القصوية قصوية بصفر، أي إي إلي طو تساوي 0.63 في بصفر. وهكذا نكون قد أنهينا هذا الجزء، وأتمنى لكم أن تكونوا قد استفدتم، وإلى إن شاء الله المعادلة التفاضلية وحل المعادلة التفاضلية في الفيديو.